صباح الخير، واخيرا اجى الصباح. اني كلش كلش وحين لاني راني لا استطيع. انا الوحيد الذي في هذه البلاد، انا الوحيد الذي راني فيها. واخيرا كنت بطينا بلدي، واخيرا تحقق حلمي. وصيت اني انظروا انظروا الاشياء عندي استكبركات ضخمة. راح اذهب الى هنا، راح أكل. شنو يبدو أنها جديدة هنا، راح أدخل إليه. شنو هل أقصرها يا أمي؟ لا هو خدام عندي. لا أنت مين جاي هنا تخدم بيتك هنا؟ أنا فقير يعني هنا. شنو يعني؟ هيا انقلع من هنا. هيا انت انقلع، يلا انقلع من بيتي. يلا لا انا ما انقلع. انا هو صاحب في هذه القرية، انا متعرفني؟ لا انت مو صاحب القرية. يلا انقلع. انا غني تعرف، ما يمني بيك. يلا اتظن اني ساخرج، راح اسأل شيء الى غرفة المشتركين. شنو هاي؟ أوغا أنا أمير، أنا زكا. تعال يا ولد، تعال. ليش ما عدلتني؟ أنا ما أعرفك. كنت أنا ما أعرفك. راح أفزت كل شيء. كنت يلا كل شيء. لا تعال قلع مني. قلع أنا ما تريدني أن أبلغ الشرطة عليك وتسجل 4 سنوات. كل المشاهدين يضغطوا اللايك، اشتركوا في القناة، خلونا جرس التنبيهات. لا قلع من البيت. يلا حسنا أبلغ الشرطة. شنو؟ أشتري طعام. شنو؟ أخذ دايموند، سبع دايموند. دايموند لقد خرجت من الان. وحكيت هلا امي. هلا عمي. هلا راح اشتري لحم. اوكي بس تشتري لحم فقط من دايموند. لحم في 4 دايموند. وايضا اشتري تفاحة ذهبية. اشتري تفاحة ذهبية ايضا. كم سعرهم؟ 7 دايموند. اشتري ايضا جزر. كم سعرهم؟ 10 دايموند. وأيضا أشتري كاتب. بكم سعرهم؟ أطلع كلهم يطلعوا ب11 حبة دايم. حسنا لا أذهب في الفندق. هاشم وين؟ هاي دايم. شنو هذا اللي بيتي؟ رجعت البيت الان. راح انا صباح الخير. لا انا ما نمت. صباح الخير.
أذهب إلى المقهى. إيه المقهى عنده قريب مني. إيه تذكرت بالدايموند، راح أعطيه 4 خشبيات وأقول له راح يأكل عندي. أخذ 4 خشبيات محللة، خشبيات محللة. هاي شنو؟ يبدو أنه غيره. أين المقام؟ أظن أنه راح أذهب إلى المقام. هذا هو المقام. شنو؟ راح أذهب إلى هنا. هو قريب أطيح. وقد وصلت إلى المقام. والآن راح أكل البقية. طعم حلو يا جماعة البقية. أذهب وأنظر إلى المناظر. واو المناظر حلوة. أذهب إلى روحي وراح أفعل هكذا وهكذا. راح أذهب الآن إلى بيتي وراح أنام أحسنني. أذهب بيتي راح وأشتري طعام آخر. راح أخلي الغداء والعشاء. أذهب بسرعة بسرعة، ليس لدي وقت. بسرعة 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 بسرعة. البيبة حكي عندي طعام. حلو راح اشتري عندي طعام يا عزيزي. اشتري عندي طعام راح انام اولا. أنا راح أحق في المحل. أشتري الطعام وأكل. راح أشتري الطعام. أكله في العشاء والغداء. خذ راح أشتري شطائر. هذه الغداء راح أشتري بوكيت العشاء وراح أشتري بالدايم. كم سعرهم؟ 5 حبات دايم. أشتري أيضا جزم. راح أشتري سمكة. كم سعرهم؟ 9 حبات دايموند. حسنا هذا هم. حسني واخيرا انتهى الفيديو يا جماعة الخير. اجل تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات.